بعد عام من إسقاط السعودية، طائرات إيرانية حاولت العبور للأجواء السعودية أثناء الحرب العراقية الإيرانية. ذهب الأمير سعود الفيصل لطهران التي وجهت له دعوة لزيارتها والتباحث المباشر بشأن هذه الحرب، لكن المساعي السعودية للوساطة وتخفيف التوتر لم تنجح. رائد محمد الحاربي، الرائد ماجد الرزيان. مهمتنا هي الدفاع عن المملكة العربية السعودية وعن الشعب السعودي. كل أبناء الوطن والشعب السعودي عامة نعدهم، وهذا مثل ما وعدنا عند التخرج، وعدنا خادم الحرمين الشريفين، أن ندافع عن المملكة وعن الدين بكل ما أوتينا من قوة، وهذا اللي بنسويه وهذا اللي نسويه الآن. بعد فترة قصيرة شهدت الكويت مذبحة إرهابية في المقاهي الشعبية. تابعت القبس صور 100 ضحية نحرت بالسكاكين وبعضها بإطلاق النار. أغلقت الكويت الحدود والرحلات الجوية. هذه الحادثة جعلت القبس بنبرتها العالية تزداد ارتفاعاً ضد إيران. الكويت في ذاك الوقت تعرضت لمجموعة من العمليات الإرهابية، بعضها المجهول وبعضها المعلن. نتكلم عن خزانات الشعيب النفطية، محطتهم العيش، استدعت الكويت سفيرها. حطني في التصور العام للكويت، الأجواء داخل الكويت أثناء الحرب العراقية. كل الأعمال اللي تعرضت فيها الكويت إلى أعمال إرهابية كانت، يعني العمليات الإرهابية كانت لها علاقة مع إيران مع كل الأسف. يعني مثلا تفجير المقاهي الشعبية، محاولة اغتيال الأمير، يعني عماد مغنية كان متهم في محاولة اغتيال الأمير، المقاهي الشعبية اللي ذكرتهم كلهم هذيل، وكان في هناك معتقلين تابعين لحزب الله ما أطلق سراحهم إلا أيام الغزو. فيعني الكويت ضاقت الأمرين من هذه العمليات، واللي هي كانت مع كل الأسف عمليات تابعة إلى إيران. أثناء الحرب العراقية الإيرانية زرتم إيران في 87 تقريبا، حدثنا عن هذه الزيارة وش اللي صار فيها. هذه الزيارة كانت قبل مؤتمر القمة الإسلامي في الكويت. كان مقرر مؤتمر القمة الإسلامي في ديسمبر 87، فأنا يعني زيارة كنت استكشافية إلى إيران. قابلت رفسنجاني. خلال الزيارة أطلق الخميني تصريح بأن راح يحضر القمة الإسلامية وراح يحضرها عن طريق البر. 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 طريق البر يعني شنو؟ يعني راح يحتل العراق. يعني العراق. أكيد ما راح يقدر يدش البصرة. البصرة هي يطلع من الشلامجة المنطقة الحدودية يدش البصرة. راح يدش البصرة لو لم تكن البصرة تحت سيطرته. فكانت النية يعني إن هذا أرعبنا إحنا في الكويت، بالذات بالكويت، وأزعج الخليج كله، لأن هذه منطقة، يعني منطقة عراقية، لما تدش أنت تحتل مدينة كبرى مثل البصرة. وأنا في إيران قلت حق رفسنجاني، قلت له هذا التصريح يعني شلون تبينا نوقف ويا الثورة، والثورة يبي يجتاح جنوب العراق ويدش الكويت. الأجواء الإيرانية ذاك كيف كانت تتعامل معك ككويتي، وموقف الكويت كان واضح؟ لا أنا لما رحت إلى إيران في ذاك اليوم عملت معاملة جيدة جيدة، وكان المفروض أقابل الخميني، ما حصل هذا الشيء. قابلت رفسنجاني. رفسنجاني بعدها صار رئيس جمهورية بعد هذا ولا كانت طبعا طهران رحت لها بعدين عدة مرات لأسباب أخرى.